السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي وأخواتي الأعزاء. اليوم راح نتكلم عن موضوع يهم الباحثين بصورة عامة وأساتذة الجامعات وكل من يهتم بموضوع البحث العلمي. واليوم راح نتطرق إلى مسألة إلها علاقة بالليترشر ريفيو. عادة كل شخص يحب أنه يقوم ببحث معين، ما يهمه أنه يعيد شغل اشتغل ناس قبله وصلوا إلى نتائج جيدة، بقدر ما يهمه أنه يصل إلى حافة المعرفة، أنه يعرف اللي قبله شنو اللي سووه وهو يستمر على هذا العمل ويقدم شيء جديد. وحتى يقوم بهذه المسألة لابد أن يسوي في شيء يسموه literature review، أنه يراجع المصادر السابقة اللي اشتغلت بموضوع البحث اللي مختص به هو حالياً. واحدة من المشاكل اللي تواجهنا دائما في هذا الموضوع انه دائما عندنا too much readings و few time، عندنا وقت قليل جدا وعندنا قراءات كثيرة نحتاج انه نسويها. فهل يا ترى هنالك اداة بامكانها ان تساعدنا في هذا الموضوع؟ او السؤال الادق راح يكون، هل يا ترى انه الآلة وصلت الى المرحلة التي اصبح بامكانها ان تقرأ البحوث وان تلخصها لنا وتعطينا اياها جاهزة؟ الجواب على هذا السؤال يقدم لنا إياه موقع اسمه سكولارسي، اللي هو هذا اللي تشوفه قدامكم واللي تقدر توصله من خلال scholarsy.com. هذا الموقع تعرفت عليه عن طريق الصديق العزيز وسام فوزي، وهذا الموقع مهمته أنه يساعدك في موضوع literature review لما يكون وقتك محدود، أو مرة ثانية ممكن أنه يساعدك لما عندك paper تحاول أنه أنت تسوي لها review as peer reviewing مثلا، وتريد تهتم بالبداية أنه تفتهم هذه paper اتجاهها لي وين رايح وش تسوي وشنو الأمور اللي حصلتها، يعني ملخصة هذا paper. العملية ممكن أنه تكون بالطريقة التالية. أفضل مسألة أنه نقدر نفتهم شغل هذا الويب سايت سكولارسي والخدمات اللي ممكن يقدم لنا هو من خلال مثال انه راح ناخذه ونشوفه. فانت بمجرد انه تدخل على الموقع راح ينطيك خيارين. الخيار الاول هو انه جيت كروم اكستنشن، وهذا شيء مجاني. من راح تدخل عليه راح بامكانك انه تدخل كروم اكستنشن اللي هذه اللي تشوفوها هنا امامكم، وراح نشوف فائدتها هسه بعد شويه. او ممكن يعطيك انه ساين اب فور فري ترايل. ساين اب هنا هو يقصد بها انه يسمح لك بانشاء مكتبة من المصادر اللي انت تحب تراجعها داخل الويب سايت مال سكولارسي، وراح نشوف فوائد هذه المكتبة. لكن لازم نعرف من البداية انه هذه الخدمة هي ليست بمجانية، لذلك هو يعطيك ترايل فيرجن لمدة 14 يوم فقط، وبعدها بامكانك انه تجدد هذه الخدمة وتدفع عليها حسب ما تحب انت ايش قد الفترة اللي تاخذها. لكن اعتقد انه المبلغ اللي يفرضوه حاليا هو يمكن 8 دولارات بالشهر الواحد، ويبقى هو مو المبلغ الكبير لشخص هو مهتم بالبحث العلمي. على العموم حتى نعرف هذه شلون تشتغل هذا الويب سايت او هذه الخدمة، خلينا ناخذ هذا المثال. فاني راح افتح فد ويب سايت جديد واضغط على الاكستنشن اللي موجودة هنا، راح يطلع لي هذا الكارت يقول لي انه انت بامكانك انه تحمل الملف اللي احنا راح نقوم بتحليله. فراح اختار اني ملف موجود عندي على الديسكتوب سابقا محضرة اللي هو هذا لاحد البحوث، وراح يبدي البرنامج الكود اللي مكتوب راح يبدي بتحليل البحث اللي قدمت له، وبصورة سريعة يقسم هذا البحث الى مجموعة من الفلاش كاردز. عادة احنا اول ما بدينا نشتغل في موضوع انه نتدرب على انه شلون نسوي literature review كنا نحضر فلاش كاردز، مجموعة من الكارتات نكتب بها الملخصات الضرورية لكل بحث احنا ندرسه، وهاي الملخصات او هذه الفلاش كاردز هي اللي راح نعتمدها بالliterature review مالتنا. وهذا اللي يسويه هذا البرنامج هنا، انه هذا عنوان البحث اللي موجود عندنا وهذول المؤلفين، قسم ليها الى مجموعة من الفلاش كاردز هاي اللي تشوفوها قدامكم الان. فلو ضغطت على اول واحد اللي يبين الكي كونسبتس، فراح يذكر لي شنو هي الكي كونسبتس اللي معتمدها هذا البحث، وبعدين ينزل الابستراكت بصوره كامله. الاشياء اللي هنا هاي يعني اللي هي اندرلاين ولونها ازرق هي لها علاقه بالكي كونسبت، والاشياء اللي بيها هايلايت لونها اصفر اللي هي البرنامج يعتقد انه هي مهمه جدا ويحاول انه يجذب انتباهي لها. بعدين يقدم لي الهايلايتس الخاصة بي اللي هو وصل لها، وكذلك يعطيني سامري كامل عن هذا البحث، من الانترودكشن
إلى الريزلتس، تشوف أنه السمري هو مباشرة قفز من الانترودكشن إلى الريزلتس بدون المرور بالميثودولوجي مال البحث نفسها وأنطاني الكونكلوجن. وهذا مثل ما قلت ينطيكم فكرة عن ماهية البحث اللي أنت تحب أنه تدرسه. كذلك الشيء الجميل اللي ينطيه هنا أنه ينطيك تيبلز. التيبلز هذه كل التيبلز اللي مذكورة بالمثال بالبحث اللي أنت موجود يعطيني إمكانية إنه تداونلود تيبلز as Excel sheets، وهذا الشيء اللي راح أسويه هنا. نزل عندي هذا الإكسل شيت، ومن أفتح الإكسل شيت راح أشوف التيبلز اللي موجودة بهذه البيبر. نزلت عندي هنا معلوماتها، وهذه بإمكاني إنه أحللها بصورة أسهل بما إنه أصبحت عندي كإكسل شيت. وهذه أعتبرها هذه خدمة ممتازة بصراحة يقدمها هذا البرنامج. لكن السؤال، هل يا ترى مدى دقة الإكسل شيت هذه؟ من تجربة شخصية ما أقدر أقول لك إنه هي دقيقة 100%. يعني مرات مثلاً هذه الكولوم أنا أعتقد مكانها مو هنا، هي مكانها راح يكون يجب أن يكون هنا، وهاي الكولوم أيضاً مكانها يجب أن يكون هنا. لذلك أنت دائماً باستمرار ولحد هذه اللحظة أنت بإمكانك يعني تحتاج إلى أنه تقيم بصورة مستمرة النتائج اللي بيعطيك إياها هذا البرنامج. ما أنصح أنه تعتمد عليها 100% مباشرة. شفت انه الفلاش كارد راح من جديد، راح اعيده اني، فحمل هذا الملف اشوف النتيجة. اوكي، احنا وصلنا للتيبلز. بعد غير التيبلز يعطيك يرجع على الانترودكشن ويسوي لك هايلايتنج للاشياء المهمة اللي بيها، وبالريزلتس ايضا يسوي هايلايتنج للاشياء المهمة بيها والكونكلوجن. هذه هي الأساسيات اللي يشتغل عليها. الطريقة اللي يقوم بها هذا البرنامج بها عملية التحليل هي يعتمد المشين ليرنينج. ومسألة مهمة أيضا لازم أذكرها هنا أنه يعطيك الريفرنسز، وهاي الريفرنسز اللي موجودة شوف خلانا لينكس خاصة بها، أنه أنت إذا تريد تحصل الريفرنس من جوجل سكولر أو إذا كان عنده أوبن أكسس إلى، أو ممكن أنه مباشرة يعطيك التلخيص السكولرز اللي يسوي لهذا البحث. إذا تطلع بصورة مباشرة شنو اللي سوى هذا البحث أو هذا البحث مثلا، هذا طبعاً نقاط أكثر. هاي هي النقاط الأساسية اللي قدمها هذا البحث حسب رؤية سكولرز، بس حتى تعرف بصورة سريعة شتى سوى هذا البحث. إذا تريد أنه يعني تعرف أكثر عنه ممكن أنه تروح على الجوجل سكولر أو تروح لأوبن أكسس مثلا. راح أخذ عن هنا أنا أوبن النيو تاب. مع الأسف أنا ويا كل عملية دا سويها دا أفقد الفلاش كارت اللي سويته قبل شوية، لكن هاي بسيطة هاي المسألة. شوف هنا الثاني هو البحث كامل. إذا أرجع من جديد أحمل البحث مالتي، هسه صار عندي تلخيص كامل. بإمكاني أنه إذا أريد أعتمد الأداة المجانية فقط أنه I highlight everything appeared here, copy it and paste it على Word document، وصار عندي أنا ملخص للبحث اللي أنا دا أريد أراجع. أقدر أراجع براحتي أو أنه أعتمد ضمن literature review مالتي. أو بإمكاني أنه هسه رح ننتقل للأداة غير المجانية، بإمكاني أنه save it to the library، وراح نشوف شنو اللي رح يصير. فنشوف هذا هو البحث اللي هسه ضفناه بالأخير، وهذه اللايبراري اللي موجودة عندي. بإمكانك إنه أنت مثلاً هنا this is the libraries، ممكنك إنه تدخل كل library منفصلة لكل مجموعة أشياء أنت يعني إلها علاقة بموضوع محدد. إذا شنو اللي تقدم لنا اللايبراري، بإمكانها إنه نشارك هاي الملفات اللي موجودة هنا، السماريز اللي طلعت عندنا بإمكانها إنه نشاركها ويا الآخرين. بإمكانه أنه نستورد ملفات موجودة على الجوجل درايف أو موجودة على الدروب بوكس. وأيضا واحدة من الأمور الجميلة اللي تنطقيها، مثلا إذا حددنا هذني البحوث اللي موجودة هنا واللي سوالها سامري سابقا، بإمكاني أنه to export these four items إلى Word document. شنو معنى هذا الشيء؟ راح أراويكم إياها هسه حاليا. فإذا ضغطت على هذه راح يعطيني هاي البيبر اللي هي الإكسبورت، ومن أدخل أفتحها وأشوف شنو اللي طلع عندي، راح أشوف أنه نزل لي كل الملخصات اللي هو سواها. هذه هي الملخصات اللي قدمها. هذا البحث الأول، وهذا راح أشوف هسه البحث الثاني. هاي الريفرنسز، وهذا البحث الثاني، وهكذا تباعا إلى أن نصل إلى كل البحوث اللي أنا أشرتها سابقا وسويت لها إكستراكت. الفائدة أنه هسه هذه جاهزة للتعديل، هذه الدوكيمنت جاهزة للتعديل حتى تتحول إلى my literature review.
إذا أنا كنت راضي وقانع بالأشياء اللي هو قدم لي إياها فقط، أو بإمكاني أضيف أو أحذف من عندها. فهذه كانت مجرد مراجعة بسيطة إلى هذا البرنامج اللي أنا شخصياً أعتقد أنه هو تول ممتاز وممكن أنه يساعدنا، لكن دائماً لازم نخلي البداية ببالنا أنه هذه التول لم تصل إلى مستوى الكمال لحد الآن، ولذلك لازم أنه إحنا ما نعتمد على نتائجها 100%، وإنما نخلي ببالنا أنه هي مجرد أداة تساعدنا في عملية تقييم البحوث بصورة سريعة. أتمنى أنه يكون هذا الشرح فاتكم، وإن شاء الله نلتقي بفيديوهات قادمة. شكرا جزيلا لحسن الإصغاء، مع السلامة.